Once again, violence is escalating from Jerusalem to Gaza. Hundreds have been injured. Dozens have been killed in Gaza, including 9 children. In a time of a global pandemic, this puts Palestinians at an extreme risk of disease. Islamic Relief stands with our brothers and sisters in Palestine, as we have been since 1994, providing life-saving aid. Help us continue our work inside Palestine. Donate today. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة من احكي لي عن بلدي على قناة تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، واليوم حنحكي عن بلدي. ما اجمل ان نتحدث عن بلادنا. للاسف بلادنا كثير منها يقع الان تحت حزن وألم، وخاصة في فلسطين. اليوم سنتحدث عن مشكلة او منطقة في فلسطين قد سمع عنها البعض وقد لم يسمع عنها الكثير، وأنا من الأشخاص اللي ما عندي كان معلومات عن هذه المشكلة اللي موجودة في هذا المكان. سأستضيف اليوم شابة أنا أشبهها بمنى الكرد. منى الكرد أصبحت شعار وبطل ورمز لحي الشيخ جراح في مدينة القدس. ضيفة اليوم هي بطل ورمز وشعار لجبل العالم في منطقة نعلين في الضفة. اليوم سنرحب بالبطلة التي أفتخر أن تكون معي، السيدة أو الأخت أو الإبنة كما تريدون، هالة السرور. أهلا وسهلا فيك يا هالة. أهلا دكتور جمال، شكرا لها المقدمة الجميلة هاي والرائعة، يعني اللي يعني بصراحة أخجلتنا فيها. تستاهلي أكثر من هيك. منى الكرد استخدمت سلاحها كان الموبايل، وإنتي بنفس السلاح بالتكنولوجيا قدرتي برضو توصلي الفكرة عن بؤرة قد تصبح بؤرة استيطان قريبا. بدي أعطيك تحكي، لأنه الناس بدها تسمع شو هي نعلين، وين هاي منطقة نعلين. يعني بنسمع رام الله ونابلس، احكي لنا عن بلدك. نعلين بلد حاليا تقع في شمال غرب رام الله. نعلين كانت في قبل عام 1948 كانت تتبع للواء الرملة واللد. بعد 48 بعد النكبة صارت نعلين ضمن قضاء رام الله والبيرة، ضمن لواء رام الله. طبعا في هاي المرحلة في 48 الاحتلال صادر 60% من أراضيها. نعلين زي ما احنا شايفين صادروا هلا انه اخذوا 60% من اراضي نعلين في النكبه، اخذوها ضموها لل 48 للخط الاخضر. اوكي هلا هذه هي منطقه الخط الاخضر، صحيح؟ صحيح، هاي منطقه الخط الاخضر، هاي نعلين، يعني انتم ملاصق تقريبا للخط الاخضر. صحيح، احنا قريبين جدا على الخط الاخضر، يعني بيننا وبين يافا واللد بالسياره ربع ساعه إذا بدنا نشيل حاجز نعلين، يعني معبر نعلين بدون المعبر، يعني قريبين من البحر. إحنا من سطوح بيتنا، يعني الأسطح العالية في نعلين، الأبنية العالية، بنشوف البحر، بنشوف أراضي 48 كلها مضوية بالليل، يعني منظر رائع جدا بصراحة بكون. يعني إحنا بلد ساحلية
ولأنها بلد ساحلية مشهورة أصلاً بزراعة اللوزيات، مشهورة بنبتة معروفة كثير اسمها الصبر، نبتة الصبر. عشان هيك الواحد لما بده ينادي مثلاً، من كتر ما الصبر معروف عندنا في فلسطين وبرا فلسطين، بكونوا ينادوا نعلاوي يا صبر، يعني من كتر ما هو يعني هاي، لأنه هي يعني موروث زراعي موجود عندنا بالبلد أصلاً. يعني حتى بنعمل مهرجان سنوي كل سنة بنحتفل في هاي النبتة، مهرجان ثقافي بنحتفل فيه يعني في هاي النبتة، وبنحكي عنها وأختام الرسمية للبلد كانت شعارها شعار نبتة الصبر أصلاً. حلو حلو. انا متاكد 99% من اللي بيحضرونا ما سمعوا بهاي المعلومه. فكمان مشهورة بالتين، بأشجار الزيتون، مشهورة باللوز المشمش، بهاي الزراعات يعني. وبالإضافة طبعا للزراعات الموسمية الصيفية زي البامية، زي الفكوس، زي الخيار، بينزرع فيها يعني، بتروح مهتمين للناس في شو هاي الفقوس؟ الزراعة. في ناس كثير بيعرفوا شو الفقوس، لانه احنا عندنا هون هو الناس بيشبه بتفهم. الخيار بس طعمه، طعمه شوي لونه أفتح هيك، بيجي على خضار فاتح جدا وفي عليه وبرة بسيطة، وطعمه شوي بيختلف عن الخيار يعني. من الخرميات يعني. ايوه طيب. كمان نعلين من يعني بجاورها حدودها بلدة قبيا. بلدة قبيا معروفة كثير في المجزرة عبر التاريخ، المجزرة اللي صارت فيها عام 1954، مجزرة قبيا اللي راح فيها كثير من الضحايا من النساء والأطفال والرجال. كمان من بحدنا كمان بلدة دير قديس. كمان جبنا قرية المدية. قرية المدية إذا بتشوفها على الخارطة هيها قريبة جدا، بحدود ملاصقة للخط الأخضر لل48. هدول يس، هدول بالمرة على الخط يعني. هدول والمنطقة الأحراش هاي اللي هي الخضرة هاي بتبين من بيوتنا عادي يعني، اليهود بيجوا بيعملوا متنزه فيها، بيجوا بيحتفلوا مرات في الليل، بنكون نسمع صخب الديجيهات في أعيادهم في كذا، بيجوا بيحتفلوا في هاي المنطقة يعني، طبعا بضلوا انتم لساعات بتقدروا الصبح. تدخلوا ولا لا على هاي كيف؟ المناطق؟ تقدروا تدخلوا هاي المناطق؟ لا احنا ما بنقدر ندخلها يعني، ما بنقدر ندخلها، لكن احيانا الجيش بيعمل يعني فتحات يعني، بيكونوا شايفين هذا الحكي، بدل ما الناس تدخل بتصريح مثلا على الداخل كالعمال مثلا اللي ما معهم تصريح، الناس اللي بدها تدخل على الاقصى بتعرف انه احيانا في رمضان ما بيسمحوا اصلا للناس انها تعبر على الاقصى الا على القدس الا بتصريح. واسرائيل حاليا من زمان، من سنه ونص تقريبا سنتين، موقف التصريح على الأقصى، إنه الناس تروح تزور القدس وهيك نعم. وال48. فأحيانا إحنا كنا نضطر إنه مثلا، أو الناس يدخلوا من خلال هاي الفتحات، إنه يدخلوا تهريب على جوا على ال48، والعمال يدخلوا يشتغلوا جوا من خلال هاي الفتحات اللي بتكون في قرية المدية يعني. بس مع الأوضاع الأخيرة طبعا الجيش سكرها، لأنه ما بده إنه الناس تدخل جوا، سواء إنه يشتغلوا أو يروحوا على الأقصى عشان طب الهبة اللي صارت. نسمع عن جدار الفصل العنصري، هل هو بالضبط جاي على الخط هذا اللي بيعتبروه خط ال 48 ولا لا؟ لا، جدار الفصل العنصري جاي في الجهة المقابلة، إذا بتشوف في خط رمادي صح هي هذا هو. مبين، اوكي هذا جدار، هذا الجدار إجا في 2004، صارت مشاكل كثير عليه، إنه صارت مواجهة هبة ثانية لأهل نعلين، إنه صادروا، بدهم يصادروا من الأرض، من أراضي نعلين الأصلية اللي داخلة مش في 48، ما بعد 48، ما يقارب 4000 دونم. طبعا بنوا الجدار وفصلوا هذا الجدار، وطبعا انت بتعرف دكتور كيف مشاهد للجدار كيف بتكون، فصلوا الجدار من نعلين على الخط الاخضر على 48، يعني بطلت انه انت تشوف مساحة مفتوحة امامك، يعني انت انتوا امامك يعني حاطينها زي بينك وبين الساندويتش. 8، خلص جدار يعني، ما في جدار طويل يعني، يعني من كتر طوله يعني ما بعرف كم من متر طوله، انه ما بتقدر يعني انك تشوف في اراضي 48 من خلاله. وصادروا يعني اكثر من 4000 دونم تقريبا صادروها من اراضي نعلين، وبنوا بعد الجدار هذا او خلال اقامه الجدار عملوا معبر نعلين المعروف موازي لمعبر قلنديا، له بوابات، له نقطه جيش كبيره ضخمه،
السيارات بتدخل، يعني هو المعبر هذا بيكون يعني عبارة عن نقطة مركزية بتفصل الضفة الغربية عن ال 48. يعني أهل الداخل ال 48 بدهم يجوا على الضفة الغربية، بدهم يجوا مثلا بيجوا من المعبر، وانتو بدكم تدخلوا منه كمان على الضفة. احنا بدنا ندخل كمان من المعبر، هو الطريق يعني الأقرب للقدس. يعني انتو صرتوا لا هناك ولا هنا، يعني بالنص صرتوا. أيوة بالضبط، احنا بالنص. يعني هاي كمان جزء من المرحلة، مرحلة تانية من مصادرة الأراضي. وفي مرحلة أخرى طبعا كمان اللي صارت فيها هبة لأهالي نعلين ومواجهات مع جيش الاحتلال، اللي هي مستوطنة نيلي كمان. أوكي. مستوطنة نيلي قريبة جدا من مبنية على أراضي دير قديس طبعا، ملاصقة جدا لأراضي نعلين، بالإضافة كمان لبناء مستوطنة تانية اللي هي مستوطنة كريات سيفر. يعني بين بيوت نعلين وبين بيوت المستوطنة شيك فقط، يعني بيفصل شيك بين بيوتنا وبيوتهم لكريات سيفر طبعا. هاي مستوطنة تانية، بالإضافة للنقطة اللي حاصرت نعلين من المدخل من الجهة الجنوبية اللي هي الشارع الاستيطاني اللي رقمه 142. هذا الشارع اللي بيجي ما بين نيلي وعلى نيلي بالضبط يعني. وهو اللي بحكي إذا بتشوف على الجوجل إير مبين معاك، بيكون أعتقد هاي نيلي. يس. أيوة. وهذا الشارع هيو الشارع ال ال هذا هو يمكن تحكي عنه. أيوة بالضبط. أوكي. هذا الشارع طبعا، هذا الشارع احنا من خلاله بنروح لرام الله. هذا الشارع فصل بلدة نعلين لقسمين، قسم علوي مع دير قديس وخربة بني حارث نهاية القرى، والقسم التحتاني اللي هو نعلين مع كبية، شقبة، بدرس، شبتين والقرى الثانية. يعني بقسموها قطع قديم، بحاولوا يقسموا قد ما يستطيعوا قطع. بالضبط. يعني حاصروا نعلين من ثلاث جهات، الجهة الوحيدة بالإضافة للبوابة اللي حطوها على نعلين وبحطوها على أكثر من بلدة في الضفة الغربية، هاي البوابة إنه وقت ما بدهم بسكروها ووقت ما بدهم بفتحوها. يعني أيام المواجهات الأخيرة، أيام هبة الأقصى والشيخ جراح لما صارت مواجهات بيننا وبين الجيش، سكروا البوابة على البلد، فصفى إنه مدخل البلد إذا بدك تطلع من البلد بدك تروح تلا كبية تلا شقبة، وشوف إذا بدك تروح على البلد الفوقة اللي هي اسمها المهلل الملاصقة لدير قديس، بدك تروح من تلا شقبة وتمرق على شارع 142 الشارع الاستيطاني وتطلع على البلد على بلدك من الناحية الثانية. قصة الله يعينك. فشوف يعني إذا المسافة بين بيتك بيت أهلك مثلا وإنت ساكن في البلد فوق في المهلل مثلا، بدل ما تأخذ معك الطريق 5 دقائق 7 دقائق لا تأخذ معك نص ساعة بزيادة. في خطورة كمان على هذا الطريق، إنه هو طريق استيطاني. هذا الطريق في عنده دوار نيلي معروف، يعني هذا الدوار بيكونوا عليه مستوطنين يعني دائما أو نقطة جيش، والمستوطنين في الفترة الأخيرة كانوا يوقفوا السيارات ويعتدوا عليها بالحجارة وبالعصي يعني، ويحاولوا يخدعوا الناس إنهم في ناس مثلا يوهموهم إنهم إحنا مش مستوطنين فكروهم عرب، يوقفوا مثلا السيارة توقف تساعدها يعني، ويحاولوا يهجموا عليها. ويعني ربنا ستر، يعني صارت أكثر من حادثة، ربنا ستر إنه السيارة كانت مشغلة للشباب، ويعني انطلقوا يعني ما قدروا المستوطنين إنه يعني يسيطروا على الوضع وقتيتها. طيب في جبل حكيتي لنا عنه اسمه جبل العالم اللي هو عليه مشكلة هلا، هل هو هذا هو الجبل؟ صحيح. تمام. هون هذا الجبل، هذا الجبل، وفي مقابله كمان جبل اسمه باطن، شايف الواد هذا اللي الخط الصغير؟ هون في واد صح. هذا الواد بيفصل بينه وبين جبل ثاني. لا ليمينك دكتور شوي لليمين. اوكي. ايوه انت حاطط على الجبل بالضبط. لا أيوة. لقدام شوي هذا الشارع الاستيطاني اللي حكينا عنه، شارع 142. اوكي.
هلا هذا محطة لو في خط صغير، هي واد بيجي بيقسم بين شارع 8 شارع 142 الاستيطاني، بيجي بيقسم زي جبلين فاضيين هيك تحسهم. هذا الجبل، هذا الوادي الصغير، هدول طبعا هاي كلها مساحة لبلدة نعلين، هاي المساحة. بالمقابل هذا الجبل، شايف المساحة البيضة هاي؟ هاي طيب كسارة، كسارة إسرائيلية اسمها كسارة نطوف. اوكي هاي هاي برضه بالضبط. والبيوت اللي مقابل الكسارة هاي، اللي هي هون اللي رقمها 40 آخرها، هاي نعم أيوة، هاي شبتين، قرية شبتين. واللي جنبها بالمقابل على الجهة اليسار للكسارة، عفوا دكتور، لا اوكي يس أيوة، هاي القرية كبية. اوكي هاي كلها قرى فلسطينية شقبة وكبية، وفي شبتين ورا بتيجي على الجهة الثانية هيك. لا لا أيوة، هيها هاي شبتين مظبوط صح هاي أيوة بالضبط شبتين. شايف الجبل زي ما أنت شايف، وفي كمان دير قديس مقابل لشبتين، بس لورا شوي، يعني هي مقفل جميل الخارطة شوي طيب معقدة، القرى الفلسطينية جنب بعض بتحسها. أنا شفت دير قديس هلا بس مش عارف وين ألاقيها anyway إنه أوكي مش somewhere بعيدة here كثير يعني، حواليهم جنبهم. شفته أوكي طيب هلا هذا الجبل، جبل العالم، بيجي بين جبلين، اللي هو جبل الصوانة المقابل مباشر للبلد لنعلين، وفي الجبل الثاني جبل باطن أبو حماد اللي بيفصل جبل العالم عن كبية، قرية كبية. تمام. باطن أبو حماد فيه هاي نبتة الصبر دكتور صحيح اللي نعم حكيت لك عنها. نعليني يا صبر نعلاوي يا صبر. نعلاوي هلا الجبل هاد مساحته بتزيد عن 1000 دنم، لأكثر من عيلة. هاي الدار اللي انت لأنك جيت عليها، نعلين اوكي فيها أكثر احط من دار الصورة دراسة. يس يا هاي هلا أوكي، هاي الدار هاي لا هاي القلعة اللي جبت أيوة، هاي قلعة دار الخواجة، بسموها قلعة نعلين، قلعة أثرية اترممت من أحد المراكز المعنية بالترميم بالتراث الفلسطيني، وساكنين فيها ناس حاليا، وفيها مركز مؤسسة قطان في نص البلد هاي بالضبط، يعني القلعة. هلأ جبل العالم زي ما حكيت لك مساحته بتزيد عن 1000 دنم، عنده مقابله جبل باطن أبو حماد كمان بيزيد عن 1000 دنم، وبالمقابل الآخر بين جبل العالم وبين البلد بيجي جبل اسمه جبل الصوانة. طبعا هاي كلها أراضي زراعية، يا إما مزروعة مشمش ولوزيات، أو مزروعة زيتون ومزروعة تين، والناس بتزرعها غرس، يعني في ناس عندهم اهتمام بالزراعة حاليا لأنه ما بدهم يتركوا الأرض بور، فبزرعوها غرس، يعني زي باطن أبو حماد وهي ملك لأهل البلد ملك لأهل البلد، كلها ملك لأهل البلد. طبعا إجا مستوطن فترة الكورونا بال2020، أول الكورونا بشهر 3، إجا نعم هذا المستوطن نصب خيمة عادية، ونصب جنبها بركس صغير لأكم من غنمة لمواشي. نعلين بطبيعة هاي أهلها الخيمة بالضبط، اللي هاي كانوا لا الخيمة هي هالبيج اللي لونها بيج. تمام. شايف العلم الإسرائيلي، هاي الخزانات، هاي محطة نعم تحلية مياه برضو إسرائيلية، اوكي تكرير للمي، نصبوها برضو على الأرض هون على الشارع، قريبة من مقابل مستوطنة نيلي بالضبط، يعني بينها بفصل بينها وبين المستوطنة الشارع اللي هو 142 شارع الاستيطاني. هاي محطة التكرير، وهذا البيت اللي بقعد فيه، وهي هذا البيت جديد على فكرة، عمله مش من زمان، هو كان بالأول طيب خيمة هاي وبركس غنم صغير يعني هيك حواليه. في الكورونا الناس البدو، في عنا كمان بدو في البلد صار لهم سنين، أيوة بالضبط، هدول جزء من البدو، في بدو موجودين على جبل الصوانة اللي مقابل جبل العالم من الجهة الثانية، هدول البدو مقابل جبل باطن أبو حماد ومقابل جبل العالم، يعني بيجي زي هيك مثلث بتحسهم، البدو باطن أبو حماد جبل العالم. هلا إجا هذا المستوطن بأول الكورونا، احنا ما كنا نعرف انه موجود اصلا، يعني
أول مشكلة عملها مع البدو. البدو عندهم مواشي وعندهم، بتعرف حياتهم حياة رعي يعني، عندهم أبقار أكم من راس بقر يعني، مش كتير أبقار. بدهم يرعوا، بالعادة هم بيروحوا على جبل العالم، بيروحوا بيرعوا لأنه بتعرف فترة الربيع جبالنا بتكون مليانة ربيع يعني، وهي فترة يعني الناس بتهتم إنه البدو إنه يروحوا يرعوا غنماتهم. حتى اللي عندنا بالبلد مثلا عندهم أكم من راس غنم، بيروحوا مثلا بيسرحوا مع الغنمات يرعوها. هلا إجا هذا المستوطن تعدى على البدو، منعهم يرعوا، قال لهم هاي الأرض أرضي وأنا هذا الجبل إلي وأنتم ممنوع تروحوا فيه. تخيل يعني جبل كامل أخذوا زيد لحاله. مساحة دنوم بده إله لحاله، وهو أصلا يعني لسه كمان مش على الجبل، خيمته على أراضي دير قديس لسه يعني مقابل الجبل، يعني هو لسه مش حاطط خيمته على الجبل. صارت يعني من هون لهون حوارات. البدو يعني اتصلوا يعني علينا، احنا بنعرفهم يعني لانه هم عند جبلنا يعني، فاي اشي بيصير مثلا بيتصلوا عنا على حدا من العيلة. اتصلوا على الوالد حكوا له كذا كذا كذا. راح الوالد على الجبل تبعنا، طلع بغنماته على جبل باطن ابو حماد. شايف الطريق هاي؟ هسه راح احكي لك عنها هاي الطريق، بس مقابل الطريق في وادي صغير. هاي شايف على يمين الطريق جبل العالم، هذا ايوه مقابل الخط الرئيسي، بالمقابل خط 142، اللي هو هذا. وعلى يسارك اللي هو جبل باطن أبو حماد. اوكي هذا اللي هو هلا إجا راح الوالد وأخذ معه حدا من العيلة وهيك، راحوا على جبلنا دكتور يعني عليه بيت أثري قديم من زمن العثمانيين الأتراك، والجبل هذا إحنا توارثناه أبا عن جد، ومزروع يعني بالشجر الزيتون. انت بتحكي عن 700 دونم، بدك تحكي عن تقريبا 600 دونم مزروعة شجر زيتون، زيتون كلها زيتون، زيتون رومي يعني. واحنا اصلا جبلنا هاي الدار. جبلنا راح اجي لك على هاي النقطة مرة يعني كمان شوي، احكي لك عن شو عملوا المستوطنين فيها. أبوي لك المستوطن برعى في غنماته، قال له أنت شو بتعمل هون؟ قال له أنا برعى في الغنمات، هذا الجبل إلي. قال له أنو قال لك إنه جبل هذا؟ هذا الجبل هي أرض إلنا. قال له شايف الواد اللي بين هذا الجبل؟ قال له هذا الواد أنا ما 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 إذا بتتخطى بكسر إجريك، يعني ممنوع بالعربي، ممنوع تطلع على جبلنا. قال له المستوطن، تناقر المستوطن مع أبوي، قال له المستوطن لا هذا الجبل إلي. قال له أعطيني وراك إنك تثبت هذا الجبل، هذا الجبل إلنا أبا عن جد. يعني عينك عينك، هذول جماعة شبيبة التلال، هذول المنظمات الصهيونية بيجوا بيشوفوا هالأرض يا دكتور. إجا عليها حدا، في أهلها بيهتموا فيها، أهلها بزروها، إنه ها بجسوا النبض، لقوها فاضية، لا حدا بيسأل، لا أهل بزرعوا، لا أهل بيهتموا، خلص بيبنوا مستوطنة وعلى هذا الأساس بقول لك خلص إحنا 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 يعني هاي الأرض إلنا، وبيستولوا عليها في حال انه مثلا ما كانش في اهل مثلا يدافعوا. مثلا في نعم اراضي كثير، عفوا يعني اراضي غائبين بتكون، يعني ما فيش الاهل لهم هون، يعني اصحاب ارض لهم بالبلد بالبلاد انه يهتموا في الارض ويديروا بالهم عليها او هيك يعني. فهلا المستوطن من هون لهون تناكر مع ابوي، اخذ غنماته وراح. بعد فتره طبعا كورونا، الناس قاعده ببيوتها ما بتشتغل، صارت الناس تسرح الخليات على الجبال يعني. اتلقط زعتر، موسم الربيع يعني، الزعتر بيطلع، دكة العدس بتطلع، الكرينية بتطلع، الشومر، الأشياء هاي النباتات، ما أنت عارف يعني بتزرق بتطلع ما بين الصخور يعني في الأراضي البرية. فبنطلقوا الناس بيروحوا بيلقطوا. راح أبوي، في شاب زلمة اسمه تيسير جلود، إلهم جبل كامل بيجي يعني مقابل جبل العالم، يعني جزء من جبل العالم تقدر تحكي، جبل جلود احنا مسمينه. رايح سارح في هالخلا بلقط الزلمة، لكن مستوطن نفسه قال له انت شو بتعمل هون؟ هاي الارض ارضي وممنوع اشوفك هون. قال له هاي الارض إلك. قال له بتعرف جلود؟ جلود يعني الجد الجد. قال له طبعا المستوطن صفن. قال له الجلود بتعرفه؟
هذا هاي الأرض لواحد اسمه جلود، جلود هذا كان جد 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 وين يعني انت جاي؟ بالضبط. انت مين، وين جاي انت تحكي هاي الأرض لك تقرب يعني لجلود شيء؟ يعني يعني إشي بيضحك، وصار شر البلية ما يضحك. فالمهم كله اعطيني، انت بتحكي هاي الارض لك. طيب يا زلمه قال انا شريتها، قال له ورجيني وراكك، اذا انت شريت ورجيني وراكك. طب ما عندوش وثيقه تثبت طبعا. انه هو شرى. يعني هو لو انه شرى، ما هو من اول يوم بطلع الورق وبحطه قدام عينينا يعني انه انا شريت هاي الارض يعني. فهو بي 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 يعني هو موقف ضعف اكثر من يعني انه بس بده يسيطر، يعني بده يحاول زي ما بنحكي. ف اوكي انسحب الهاي وجلود زلم يروح على البلد وكذا، وصار بتصير نقاش. انت بتعرف الحوادث هاي في بلده صغيره يعني، والاهالي الارض للعيال اللي حوالين اللي لهم اراضي بهذيك المنطقه، بصير يعني تناقل للحديث. مره ثالثه راح ابوي وابن عمي يسرحوا يلقطوا زعتر ويلقطوا هيك. فهم بيلقطوا، فهو جاي الزلمه المستوطن فبقول لهم انتوا شو بتعملوا. طبعا هو حاط ذكر الوالد، لانه الوالد تناوش معه اكثر من مره على ارضنا وانه ممنوع اشوفك هون. فهو بحكي له انه احنا بنلقط، ابن عمي بقول له احنا بنلقط زعتر. قال له ممنوع تلقط زعتر، هذه الارض ارضي، هذا ممنوع انت تلقط من ارضي، روح لقط من ارضك. وبطلع على ابوي انه روح لقط من ارضك، الارض مش إلك يعني، ما بديش اشوفك هون. فقال له لما تكون هاي الأرض لنا، قال له لما تصير الأرض إلك وتورجينا إنها إثبات إلك، تيجي تمنعنا يعني إنه بالعربي إنه تمنعنا إنك، بس هاي الأرض إلنا يعني، إحنا متوارثينها عن أجدادنا وديم الدوم عبرنا من قبل ما نشوفك في هاي المنطقة. إحنا بنلقط وبنيجي وبنسرح الخليات وبنلقط وبنيجي عليها وبنقعد فيها. طبعا إحنا عنا بلدية هاي لما صارت هاي المناوشات، طبعا حكينا للبلدية، والبلدية شكت عليه لبيت إيل وكذا وهيك، وعلى أساس إنه أخذ على جنب وممنوع إنه يجي على هذا لما صارت هبة الأقصى المرة الأخيرة، استغلوا الوضع وراحوا فتح مع المستوطنين التانيين يعني فجأة هيك يعني بسرعة. دكتور يعني انت ما بتعرف كيف بيشتغلوا بهالسرعة المذهلة هاي يعني. فتحوا طريق من عند خيمته، تخيل المسافة، على طول الجبل، وقفت لحدود ايوة هاي الطريق من عند خيمته، يعني مسافة طويلة انت بتحكي يعني كيلومترات، طريق زراعية ترابية جاي بالبواقر وهيك. اتصلوا علينا البدو، حكوا لنا انه هيك 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 قاعد هذا الزلمه. اجوا نادينا نادوا بالسماعات اهل البلد، وراحوا اهالي اصحاب الارض وكذا والاهل عنا، وراحوا عشان يوقفوه. يعني انت شو قاعد بتعمل؟ انت اي اساس قاعد بتشك بطريق يعني؟ اجا لما اجا هو كان هو معه مجموعه مستوطنين، وقتها كانت الدنيا رمضان يعني ايام رمضان، وقتها صارت أول مناوشة كبيرة بيننا وبينه، يعني بين أهل البلد وبين المستوطنين اللي معه بدعموه. إجا جيش الاحتلال كان بده يطلع بالطريق على جبل العالم فوق، بس هو الطريق يعني الأهل البلد لحقوها لحد جبل العالم، يعني لحد الآن هو الطريق محفورة في أراضي دير قديس. أوكي. إجا اتصل على الجيش، إجا الجيش بده يدعمه يعني. طبعا من هون صارت المناوشات، دكوا في بعض، صار في ضرب، صار في قنابل غاز، صار في ضرب قنابل صوت على الاهل، على اهالي البلد، لانه ما إلوش حق انه يحفر الطريق. الجيش سحب الجرافات ووقفهن وين؟ عند خيمته، منعوه انه يشتغل في الارض. تمام. بعدها اتفاجأنا خلص انتهت المناوشة وكذا، وروحوا أهل البلد وسحبوا الجرافات وخلصت هاي الجولة معه. بعدها بفترة ما استعبين الله، هو جايب 150 راس، 150 ل 200 راس بقر يعني، وأطلقهم. انت بتعرف يعني هاي الكمية أو العدد من الأبقار، يعني انت بتحكي هذا البقر لو أطلقوا على الزيتون، يطلقوا على الجبال، على الهاي، بخرب يعني. هم معنيين انه الزيتون يخرب، مش انه البقر ترعى، هم معنيين انه الزيتون يخرب.
علشان أهل البلد ما يروحوش على أرضهم، ما يكونش في إلهم أرض أصلا، يعني تكون مخربة دمار. يعني هم مش حجة إنهم يروحوا والله يجدوا زيتون، يهتموا يكشكشوا يزبطوا زيتونهم وهالقصص هاي. بتعرف قصص الفلاحين عندنا إحنا كداش بيهتموا في الأرض وكداش بتاخد وقت. هلا لا، صار بده يسيطر على الجبال، صارت الناس بدها تروح على الجبال يمنعوهم مع الجيش. صارت أول مواجهة إلنا معاهم بعد العيد، يعني بعد العيد بيوم أو يومين، كان يوم جمعة يعني، يعني وكانت الدنيا يعني أيام الحرب والأمور هاي. بالضبط خلال الحرب. بالضبط هم أصلاً استكووا خلال الحرب، لأنه خلص بدهم، كأنه بتحس إنهم يعني صراع مسعور بين الأهالي الضفة مثلاً وأهالي القدس والضف والهبة اللي صارت. هم ما توقعوا إنه كل فلسطين تنتفض، من الضفة لغزة للقدس للداخل الفلسطيني. فهم يعني فاستعروا خلص، بدهم إنه يقضوا على أكبر قدر ممكن، بدهم يسيطروا على أكبر قدر ممكن من الأراضي، بدهم يعني يحققوا نجاح بأي طريقة ممكنة. ففي هذا الوقت المستوطنين ولعوا النار في زيتون جبل العالم. طبعا انت بتحكي على تلة جبل العالم، على قمة الجبل. هذا الجبل يا دكتور لو يعني تصير عليه بؤرة استيطانية بتشكل كارثة، مش بس لنعلين، بتشكل كارثة لنعلين ولدير كديس ولكبيا ولشبتين ولبدرس. يعني بتحكي عن 5 دول بالضبط، يعني مش 5 قرى عفوا، 5 بلدات بالضبط. يعني طبعا لأنه بس اوقفك هون يا هالة. اليهود معروفين انه بيحاولوا ياخذوا تلال التلال عشان بالضبط يكونوا مطلين من الاعلى، ما يكونوا محصورين تحت. بالضبط. وهم أصلا إذا أخذوا هاي التلة دكتور، هي التلة هاي أصلا مقابلة لنيلي، فهي راح تصير بؤرة استيطانية امتداد لمستعمرة نيلي. بالإضافة إنه نيلي على تل أبيب قريب جدا، يعني بحكي لك خط على احنا على الخط الأخضر، يعني على ال 48. فكان مقرر يعني حسب ما سمعنا زمان إنه بدهم يعملوا طريق من نيلي يربط نيلي والمستعمرات اللي حوالين نعلين حوالين الهاي لا تل أبيب. فأنت تخيل لو صار هذا الحكي قديش يعني إنه بدها. بالتالي أنت يعني أنت حاصر البلد من جنوبها، أنت حاصر البلد من غربها، أنت حاصر البلد من شرقها، وأنت حاليا تحصرها من شمالها، لأنه شمال نعلين اللي هي منطقة جبل العالم الملاصقة لقبيا وبدرس، هاي الدنومات من الأراضي هي المتنفس الوحيد حاليا للبلد. أنا بس بدي أورجي الناس، هاي نعلين يا جماعة، وهي جبل العالم بنحكي عنه، وهي نيلي. فالمشكلة إنه لو أخذوا هاي المنطقة، طبعا هون محاصرينهم بالخط الهاي واي بالجدار هذا، وهون الجدار، وهون الخط ثمانية الحاسم وأربعين أو 48 أو الخط الأخضر. يعني مختصر عم بحاولوا إنه يضيقوا على أهل البلد، بس عشان تفهموا كيف التضييق بيصير. تفضلي. أنا معلش لا عادي دكتور. الفكرة إنه كمان عدد السكان البلد عدد كبير، يعني أنت بتحكي عن 7000 تقريبا نسمة ساكنين يعني على أرض مساحتها بعد كمية المصادرات هاي، على أرض مساحتها 10 دنم، 10 دنومات. فيعني الناس فبدها تتوسع، بدها تتوسع بشكل أفقي. الناس إذا ضيقت عليها راح تضطر تتوسع بشكل عمودي، وهذا الحكي أصلا مش صحي، يعني مش صحي نفسيا للعالم. بصير ضغط سكاني كبير، الناس العائلات بتصير تعرف احنا عائلات ممتدة، يعني الأب بكون بالبيت والأم والابن والحفيد والهاي بكونوا كلهم حوالين بعض. فاللي له إرث من هاي الأرض مثلا بيروح بعطي مثلا أبنائه وبعطي أحفاده إنه إيش يروحوا يبنوا في هاي الأرض. هسا لسه مشكلة البنى هون عندنا في البلد مع التضييق، تضييق آخر إنه عندنا إخطارات بالهدم لبيوت مبنية في مناطق سي. إحنا أصلا منطقة سي بحجة إنها منطقة عسكرية أو خطر على إسرائيل أو كذا، بس إنها خليني مقية. اشرح للعالم اللي ما بيعرف شو منطقه سي. بعد اتفاقيه اوسلو تم تقسيم منطقه الضفه او الضفه الغربيه الى عده مناطق، منطقه الف وباء وجيم او اي بي سي.
منطقة سي اللي هي بتكون ممنوع فيها البناء نهائيا، إذا تبني لازم تبني عمودي، ممنوع تبني أفقي عشان ما في تمدد، لأنه بكون قريبة لأماكن حساسة. بالضبط، يعني اماكن لمثلا معسكرات، اماكن، وفي عندنا معسكر احنا بيننا وبين بودروس، في معسكر اسرائيلي، يعني احنا بنكون نسمع صوت التدريب بالطخ والامور هاي، اطلاق النار، وهم بتدربوا يعني. فما ما في تمدد سكاني افقي، يعني محصورين، والناس اللي بتمد يعني بتخاطر وبتبني، زي مشكلة سلوان حاليا، زي مشكلة أحياء في سلوان، بطن الهوى، وأحياء في القدس أصلا كمان، غير يعني شعفاط وكفر عقب وهالمناطق هاي، إنه بجيهم بخاطروا وبيبنوا، بعد فترة بجيهم يعني إخطارات في الهدم، يا إما إنذار أول إنذار ثاني، بعدين بحددوا فترة إنه إذا أنت ما بتهد البيت، إحنا بنيجي بنهد البيت، وبدك تدفع لنا غرامة، يعني ثمن الآليات اللي اجت، زي أجار يعني، كيف إن هم جابوا آلياتهم وهدموا البيت، ما يعني بدك إذا تدفع بتدفع لنا كمان. حق أجرة الهدم كمان. بالضبط، يعني يعني بتفوق ال 28 ألف شيكل تقريبا، يعني مش إشي بسيط الغرامة هاي بيدفعوها الناس. فهلا صارت أول هبة وقت بعد رمضان، زي ما خبرتك، راحوا الناس أهل البلد يطفوا الزيتون، كل يعني صاروا ينادوا بالسماعات المساجد إنه في حريق يا جماعة في جبل العالم على القبة، الزيتون قاعد بنحرق، المستوطنين هجموا وكذا. راحوا الناس كلها هبت مرة واحدة. المستوطنين كانوا جايبين مين؟ جيش الاحتلال. يعني هم قاعدين بيشتغلوا بيحركوا في هذا الحكي وبيعتدوا على الأراضي بحماية جيش الاحتلال. هلا مشكلة جبل العالم ما في عليه طرق زراعية، يعني من البلد اللي الناس مثلا تقدر توصلها بسياراتها، وهو بعيد عن البلد، يعني شو ما بيصير في الجبل، يعني أحيانا إحنا يعني الجهة الخلفية للبلد ما بعيد عن بتشوفها، ما بتشوفها، يعني بدك يوم يوم تروح تتفقد، شوفي تطورات، شوفي أشياء، انه عشان تعرف شو بيصير في الجهة الخلفية للجبل، يعني اللي انت ما بتشوفها من البلد. فطلعوا الناس، صارت مناوشات بينهم بين جيش الاحتلال، الناس علشان تمنع المستوطنين انهم خلص يستفيدوا من الجبل، وهيك صاروا يشعلوا النار في الاعشاب، الاعشاب هاي الكش والاشي اللي مش محروس، اللي طالع بين الصخور بعيد عن الزيتون، والمستوطنين صاروا يجوا يطفوا، واليهود يطفوا في العشب، واحنا نقعد نيجي بدنا نطفي في الزيتون، اهل البلد يمنعونا نطفي الزيتون. يعني هم المستوطنين معهم طفايات يطفوا العشب عشان بده البقر ترعى، بده الغنم تبعه يرعى، بده يضل مسيطر على المنطقة، كيف بده يكون في عشب، بدوش مساحات محروقة اللي مثلا انه ما يستفيدش، هو ما يكونش له حجة انه والله شو، يعني فيش له حجة انه يكون موجود. بالضبط. فهسا صارت الطيارات الإسرائيلية هاي تيجي تيجي تطفي النار اللي بالمشعوع، انشعلت في جبل الصوانة، في جبل العالم من تحت، وهكذا. فطفت، خلصت أول هبة، صار في إصابات عنا، خلصت هاي، الجيش نزل الشباب لتحت. هلا عندنا مشكلة كمان بجبل العالم، مع الأسف الشديد، إنه سيارات الإسعاف ما بتقدر توصل على الجبل نهائي، إذا صار شيء والناس خلاص. بدها مثلا فيش يعني بعيدة، يعني بده ينحمل الشاب يعني، ومسافة بين ما ينزل من الجبل فوق بين هالصخور وبين هالعشب والكنديل، الكنديل الشوك يعني، عبين ما يقدر يوصله سيارة الإسعاف. فتخيل كمان مرحلة، يعني أنت بتقدر تحكي عن يعني دقائق، يا بالشاب بيروح فيها لا سمح الله، أو إنك تقدر تسعفه. فهون كمان يعني من صعوبة المواجهات معنا مع جيش الاحتلال والمستوطن. هلا المرة اللي صارت الفاصلة، خلينا نحكي، لما اجوا هجموا على جبل الباطن ابو حماد، وحركوا جزء من الزيتون اللي تحت، يعني الحمد لله انه يعني جزء بسيط، يعني مش انه شعلوا النار في اكثر من بؤرة في الجبل يعني. فالدنيا كانت شوب، ومين اللي اتصل، يعني كمان انت الباطن كبير، انت ما بتقدر تشوف شو بيمارس الاستيطان عليه المستوطنين، شو بيعملوا فيه. مقابل الجبل زي ما حكيت لك في كبية، بلدة كبية، في ناس ساكنين هناك يعني مقابل الجبل، شافوا الجبل فشافوا النار، فاتصلوا على عنا على العيلة، واتصلوا على الجسمة، وجمعنا الناس وراحوا
طفوا النار ولحقوها. هاي إحدى الجولات اللي الصراع اللي ما بيننا وما بين هذا احكي المستوطن. عن البيت الأثري اللي موجود، احنا شايفين صورة لبيت أثري. هذا البيت من زمن الأتراك العثمانيين، يعني أنت بتحكي قديم قديم. يعني هذا البيت كانوا دار سيدي ساكنين فيه، هو تابع لدار الحبازي. دار الحبازي حصة كبيرة في جبل بطن أبو حماد، يعني بتحكي عن أكثر من 700 دونم تقريبا، 750 دونم. هذا البيت الأثري كانوا ساكنين فيه ناس كتير، عيال. تعرف كل غرفة في هذا البيت ساكنة عيلة يعني. وزي ما أنت شايف هذا في بابين، هذا المدخل الرئيسي للبيت. على إيدك هذا القوس الكبير، هذا كان في هذا اللي يحطوا الماشية والغنم فيه، كان عندهم غنم. والبيت الصغير هذا كانوا ساكنين فيه دار عمي، واللي فوقه كانوا ساكنين فيه دار سيدي. يا عيني اللي فوق الشباب، شباب العيلة، لأنه يعني عندنا اهتمام بالأرض زي ما حكيت لك، وإحنا ما بنترك الجبال. رمموه، حاولنا نتواصل مع مؤسسات لترميمه، حكوا لنا إحنا ما بنقدر نرممه لأنه على جبل زراعي ومنطقة كأنه سي وكذا، وفي عليه مشاكل. يعني ما راح إسرائيل راح تمنعنا إنه من إنه نمارس عملية الترميم لإله، وراح يكون كثير مكلف كمان لأنه كثير قديم. فالشباب الله يعطيهم العافية جابوا شمنتو وجابوا كذا ودهان ومدوا كهرباء، موتور كهرباء، وجابوا خزانات مي وكذا ورمموا. صاروا يوم يوم يروحوا يسهروا هناك. يعني كادت حلوة، يعني إن شاء الله هيك بتتحرر البلاد وبتيجي يا دكتور جميل. وبنطلعك عليه وبتشوف البيت إن شاء الله، وبتشوف الإطلالة تبعته كيف خرافية. فإجا المستوطنين بالليل جايين الفجر، يعني بساعات الليل، يعني بخلسة مولعين، جايبين عجال الكاوشوك وحاطينها بقلب البيت، وجابوا كل الدواشك، الفراش، الكراسي، الأشياء هاي كلياتها حاطينها، مجمعينها مولعين النار فيها. طبعا إحنا الشباب راحوا الصبح، إنه جولة تفقدية كل يوم زي ما حكيت لك، راحوا الصبح لاكوا النار مولعة بالبيت وطفوا الأشياء المتبقية. والقصارة زي ما أنت شايف السقف كيف، الإشي اللي ترمم كله نازل على الأرض. صحيح. يعني ربنا ستر، إنه لأنه البيت قديم، بتعرف الحرارة والنار بتأثر في البطون وبتأثر في الحجر وبتأثر، يعني الله ستر إنه ما انهدم يعني من كثر النار اللي مولعينها. هاي مستوطنة نيلي، هاي المستوطن اللي حكيت لنا عنها. هاي المستوطنة جبلنا بالضبط، يعني زي ما حكيت لك. هذه الطريقة اللي بيبنوا فيها يا جماعة، وطبعا بيحاولوا انه يكونوا دائما في الأعلى. بيوت منظمة صراحة، يعني يصعب الكلام. أنتم أبطال. أنا بدي أحكي لك كلمتين توصليهم لأبوك وأمك. يسعد البطن، يسعد البطن اللي حملك. الله يسعدك دكتور. بدي تبوسي لي أبوك وأمك في الجبين، وتقولي لهم إن جبينهم إن شاء الله عالي لما يكون عندهم بنت زيك. إن شاء الله. الله يسعدك. واجبنا والله يا دكتور، واجبنا إنه نوصل قضيتنا، نوصل همنا، نوصل نحكي للناس إنه فلسطين يعني. والإعلام مع الأسف الشديد زي ما حكيت لك قبل، إنه لما يركز على نقطة معينة أو مشكلة معينة في فلسطين بيركز عليها، واليهود بيستغلوا هذا التسليط الإعلامي على هاي القضايا، بيروحوا بيمارسوا تهويدهم، بيمارسوا جبروتهم، بيمارسوا البشاعة تبعتهم في مناطق تانية بفلسطين. فلسطين بدها هبة، جبل العالم بده هبة، بده سند. أهل نعلين لحالهم ما بيقدروا إنه يواجهوا هالجبروت هاد لحاله، لازم يكون إحنا نساند بعض كلياتنا، البلاد حوالينا. لازم يكون في موقف رسمي كمان من السلطة الفلسطينية إنه يعني توقف هالهجمة المسعورة على الجبال. إحنا حاليا أهالي البلد، يعني بدي أختم، إنه ما بعرفش مش ضايلنا وقت، يمكن أهالي البلد حاليا عم بيشتغلوا على موضوع إخراج القيد، إنه كل واحد يروح يخرج قيد لأرضه، علشان إنه نقدم شكوى للمحكمة في بيت إيل عن طريق الارتباط المدني والقصص هاي، المسائل هاي الحكومية اللي بتاخد وقت طويل. بس بنرجع بنحكي زي ما قالت الأخت صاحبة بيت الغاوي في الشيخ جراح، لما كانت
لمين بدك تشكي والقاضي غريمك؟ يعني في النهاية إنه هاي القصص بدها مؤسسات حقوقية، بدها محامين، بدها يعني إنه ما نستهين في خيمة أو في غنمة بجيبها واحد يهودي على تلة جبل، لأنه هاي الخيمة بطريقة مسعورة. يعني امبارح بالتحديد كان في أول صبة شمانتو لمبنى مساحته ما بين 300 ل 400 متر، كانت يعني هاي أول صبة لإله. يعني تخيل، هاي أول الاستيطان، خلينا نحكي بالضبط، يعني لسه مش خيمة أو براكس، لا شمانتو. يعني أنت بتحكي عن يعني إنه عينك عينك، إحنا راح شوي شوي نتمدد لجوا، يعني إنه فإذا ما كان في، إحنا ما بدنا نوصل لمرحلة جبل صباح. وشفت الاستيطان المسعور أو التسارع المسعور اللي صار في جبل الصباح خلال 9 أيام، يعني فرق بين أول إشي وفرق بين 9 أيام، يعني آخر إشي الصورة اللي شفناها في مواقع التواصل، إنه إحنا ما بدنا نوصل لهي المرحلة بعدين تصير مستوطنة ونصير نعاني. لأنه المستوطنين إذا صاروا سيطروا على هذا الجبل دكتور، راح يصير فيها ييجوا علينا على بيوتنا، راح يطخوا علينا، راح يؤذوا أطفالنا، راح تضيق مساحة البلد، ما راح توسع، راح نعيش في سجن بس مفتوح، إحنا محكومين في هاي المساحة فقط مش أكثر يعني. وشكرا لك دكتور. أنا بدي أشكرك وبدي أحكي للجمهور، يعني هذه السلسلة إن شاء الله حتكون من على كنار تي في، أخذنا على عاتقنا، بس بدي أحكي لكم إنه ما دام في أبطال وبطلات زي هالة موجودين على أرض فلسطين، لن تضيع أرض فلسطين، ولن يضيع أهلها، ولن يضيع حقها. الله شكرا. يقويكم، الله ينصركم، الله يعطيكم ألف ألف عافية، وإحنا معكم إن شاء الله باللي بنقدر عليه. تسلم تابعونا في تسلم. حلقاتنا القادمة إن شاء الله، نراكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.